اهلا الخوت. هاد البودكاست العشوائي كان غادي يكون لايف ولكن ما كتبش. كنت غادي ندير لايف في اليوتيوب باش نجاوب على الاسئله. تاع الكونيكسيون حلفات لا داز داكشي باخر. اون فوا بديت اللايف بدا الصوت كيتقطع. بلي داكشي ما مسلكش سديته ودرت لايف في الانستغرام حيتاش بزاف الناس ما كانوش ف قلت غادي ناخذ شي اسئله ونجاوب عليهم ونلوحهم في يوتيوب. يلا مشينا. اول سؤال غادي نبدا به نجبد الاسئله بعدا. واش الا كانت ديك الاستوار واقع عليك انت تقدر تدير داكشي اللي دار مهدي؟ هاد السؤال ديجا دوى عليه مهدي في الاستوار في الجزء الاخر. قال لك شنو غادير لك انتي بلاصتي؟ جوابك بالعقل غتفكر فيه واللي يقدر يكون طافي نهار طيح في اللي طحت فيه. تايا ما تحلل وتدور فيها من قاع الجوايه ولكن انت حد ما داري بالقلب وشنو هاز فيه. واخا تبقى توصف الحال بالكلام كتبقى متلا من ذهب كتلخص هاد الفكره. ما حاس بالمزود غير اللي مضروب به. ف هنا انت غتبدا تيماجيني راسك تحتي في نفس الكا. غادي تخدم عقلك وتخرج بشي جواب اللي تيبان ليك هو اللي غادير لك انت بلاصتو. ولكن الا فكرتي بدماغك غير من برا راه تقدر تكون لحتلتو شحال من فاكتور كيلعب دور كبير. منهم الحاله اللي غتكون فيها فاش غتوصلك شي خبر بلي شي حد دار في اختك ديك الحاله. طبيعه الفيلينغز كتخليهم واحد الحاجه ماشي غير صعيب تخيلها ولكن راه ما يمكنش ما واخا تحاول. فتقدر داكشي باش غتحس يغطي على التفكير العقلاني ديالك وغدير بير من داكشي اللي دار مهدي في دوك خوتنا. ومن غير القتيلة كاع الا خرجتي من التام ديال الاستوار وتفكرتي شي حاجه ديجا وقعت لك في حياتك كيفاش كنتي كتخيل راسك من قبل لا طحتي فيها شنو غدير وفاش طحتي فيها شنو درتي. شحال من حاجه كتوقع لينا كنديروا شي رياكسيون العقل فيها غايب حتى كيوقع اللي وقع عاد كتقول مع راسك قوت السوايع ما كانش خصني ندير هكا. فهادشي اللي كيبان لي في هاد القضيه هادي. ندوزو لسؤال اخر. علاش ما خداش وقته باش يخطط مزيان ويكون عنده اوبجيكتيف انه ما يتشد وما يخلي موراه حتى دليل؟ واخا الا لاحظت في الاول كان واخد راحته في التوجات غادي دقا دقا البزناز خدا فيه وقته ودفنه في ديك الخربه ما خلى موراه حتى شي جده. ولكن المحامي بقى مليوح في الدار فهنا غادي يصعب عليه ياخد راحته في التفكير كيف من قبل حيت غادي يتزادوا عليه مطارق في الراس. فين واصلين البوليس؟ واش قراب ليه؟ واش بعاد؟ واش ما خلى موراه والو ولا سلتات شي لعيبه؟ هادشي كامل يقدر يبرزطك وما يخليكش كاع مركز على الاوبجيكتيف ديالك ولا انك تقتل بلا ما تشد. ف كتولي لعب كونتر الوقت الا تقدر تخورها في الطريق ديال داكشي اللي انت ناوي دير. هادشي اللي كيبان لي خونا دار. دوزو لسؤال اخر. علاش سيمو قال الخماريه على البلان وعلاش فرشاتهم؟ عندك العشبه والطاسه والقرطاسه هاد الثلاثي يقدر يتقبل لك الخنشه اللي انت هاز فيها دوك لي سيكري ديالك. كيترخى لك لسانك وكيهبط عليك الحنان وكتبدا كتعاود شي حوايج اللي ما غاديش تعاودهم الا كنتي في ليطا نورمال ديالك. وهادشي اللي جرى لسيمو حتى عاود دواصه كاملين اللي كخيتي. رانا دابا علاش فرشاتهم؟ اول حاجه خاص يرد ليها بنادم البال ان سيمو قلب على ديك خيتي من نهار حصلوه هو
من جهته هو راه صافي علق جبد غبر صافي ما بقاش بان مزيان عليه. ومن جهه الخماريه راه ما بلان ما تاو الزادار ديك خيت جرى على اخوها وما عارفه حتى دار سيمو ولا حتى مدينجو اللي كان كيكدف فيها ديما باش حتى لحصل ما يطيحوش عليه. خونا ما وقفش معاها نهار طاحت حاجة عادية انها تكون هزة في قلبها. والحاجة التانية هي لعود ليك شي حد على شي قتيله والتعذيب وبنادم مدفون واش غادي تبقى ساكت ولا تمشي عند البوليس؟ هادشي راه ماشي سهل. فدوك ثلاثة د اللعيبات رخاو لسان سيمو ولقاو دينا حاقدة ما عطلاتهمش. دوزو لسؤال اخر. الجزء الاخير هذا باللغة العربية. الجزء الاخير يحمل في طياته شيئا من الميزوجينية على اعتبار ما تقدمت به الخمارية من وشاية تجاه سيمو والشخصية الرئيسية. وددت لو تحدثونا اكثر عن هذا. لما كيعرفش هذا المصطلح ديال الميزوجينية هي الكره ديال النساء. شي واحد ميزوجين هو شي حد ما كيحملش العيالات. فكاين الناس حاطين رجليهم فوق واحد الزربيه ديال الايديولوجي كيشوفوا في كل ديتاي قلتي على المراه مشكله. هنا في الاستوار كاين بنت وحده اللي دارت حاجه تقدر تشوفها خايبه من المنظور ديالك واللي اعتبرها مول السؤال فيها ريحه الميزوجينيه زعما. في المقابل كاين ثلاثه ديال الناس ذكوره اللي هما البزناس والمحامي والطبيب اللي داروا كفس من الخماريه. فبالمنطق ديال مول السؤال خص الكاتب يكون حاقد على الرجال ماشي على العيالات. الميزاندري خص تكون عنده مضروبه في الدم. ولكن هادشي ما كيبانش. يكفي انك تجبد شي مرة دارت شي حاجة خيبة باش تسمى ميزوجين عند واحد الاقلية اللي مربوطة بخيوط مشدودين من الفوق بشي حركات باقين كي ميليتيو في البريمير هاني. ندوز لسؤال اخر. علاش انتحر سيمو؟ كيفاش كتخيل واحد السيد كيمشي بعيد في لاميتي لدرجة انه يعاون صاحبه في القتيلة غادي يحس نهار غادي يكون هو السبب باش غادي يتريب الحفلة؟ كيفاش كتخايلو غادي يحس؟ خونا سيمو وصل درجة السذاجة في الصحبة. داكشي اللي دار مع مهدي ما كنظنش كاين شي واحد يقدر يديرو مع صاحبه ولا ما نعرف. فإلا انت كواحد سيد سمع الاستوار وعارف سيمو داير هكا فارا عندك في ايديك السوارد ديال هاد السؤال. ما كنظنش بنادم هكا غادي يصبر لذاك الذنب اللي غادي يبقى حاس به واللي ضمص معاه مهدي صاحبه باعدام وهو بمؤباد ولموات بجوج بقاو سولو. فالعذاب النفسي اللي غادي يكون كيدوز منه غادي يكون كافي باش يفكر يسد حياته بديك الطريقة. سير الله. شوفوا شي سؤال اخر. علاش النهاية ديال الاستوار ما كاملش؟ واش البطل تعدم؟ واشنو كان المصير ديال الوالدة ديالو؟ الراوي في هاد الاستوار هو المهدي. كيعاود لينا من البيرسبكتيف ديالو. حنا ما عندناش كاميرا من الفوق كنشوفو كل واحد وشنو كيوقع عليه ولا باياش كيحس. فالراوي عنده دوافع شخصيه في التعاويد ديالو. ما كيهموش اللي غادي يسمع واش غتعجبو لي استوار ولا لا ولا واش نابي ولد بالهيبي مازال كيفرش الكراتن ولا دبر في شي برتوش. السيد كيعاود باش يقدر يتنفس من مور داكشي اللي دار وخلى موراه روينه كحله. كيف غادي يقدر ينعس وصاحبو شنقى راسو
مو مخليها مورا وديك بنت الطبيب اللي تا هي كتطلع لي في الحلم. فخذا طريق الكتابة كثيرابي باش يرتاح. تقدر تشم فيه ريحة ليغويزم في التعاويد، اناني شي شوية ولا بزاف، مهم حيت ركز على حوايج وخلى نقاط خاوين. الناس اللي غتسمع لي استوار وما اللي غادي نعمروهم على حساب داكشي اللي كيعرفوا على الشخصيات. التركيز ديالو على البزناس ولا ديطاي اللي عليه كتر من الاخرين مسألة عادية، حيت النصيب الكبير في داكشي اللي وقع ليه كان بسببه. واللي بغى الكمالة ديال الجواب راه غادي تلقاها في الكلام الاخر اللي قال في الاستوار. مشيو لسؤال اخر. كيفاش حتى هز الطبيب ولاحو من الشرجم مالو ارنولد؟ السؤال هذا كيضحكني صراحه. واخا الا قلت لك هزيت واحد الخنشه ديال الزرع وطلعت على السطح غادي تجيك نورمال بلا ما نقول لك شحال فيها من كيلو، حيت دماغك غادي يعمر داك الفراغ ياك. ما غاديش تخيل انت واحد الخنشه ديال الزرع فيها خمسة ديال القناطر، غادي تخيل خنشه على قد الصحه ديال اللي هزها. فاللي كيطرح بحال هذا السؤال ما عرفتش واش كيتخايل الطبيب فيه شي 400 كيلو ولا ما نعرف. الا قال لك هزي الطبيب ولحتو من الشرجم ف امبليسيتمون زعما ضمنيا كيقول لك ان الصحه ديالو قادره تهز الوزن ديال الطبيب بلا ما يقول لك شحال من كيلو كيقدر يهز ولا شحال كيوزن داك الطبيب. مشيو سؤال اخر. شي كلمه في حق الناس اللي كيقول لك ما بقيتش تخسر الهضره. شي كلمه في حق الناس اللي كيقول لك اللي كيقولوا لك ما بقيتش تخسر الهضره. اودي الناس اللي ما كتبغيش تخسر الهضره غالبا كيكونوا ناس كيبغيو يبارطاجيو داكشي مع الفاميلا ديالهم، فكنت فهم هاد القضيه هادي. ولكن ما نقدرش نبدل هاد اللعيبه ونرد هضره خاصها تقال في واحد الكونتكست بشي طريقه ونزوقها باش تبان عائليه. واحد قاتل واحد اختو، شنو كتسنى هضرتو غادي تكون فيها ريحه الورد؟ راه غادي يشبع فيه سبان. فديجا قلتها من قبل وغادي نعاودها، اللي بغى لا فامي ديالو يسمعو يدير شي شويه ديال ليفور، تيليشارجي اي لوجيسيال ديال المونتاج ديال الاوديو في دقيقه، سيليكسيوني البارتي اللي كتبان لك فيها هضره ما مزياناش وانت ولات عندك فيرسيون كلين نقيه في 3 دقائق بلا ما نبدل انا الكونسيبت كامل على ود 3 دقائق اللي تقدر تمشي ديرها لراسك. فهادشي اللي كاين. شنو سؤال اخر؟ شنو هو التفسير ديال الحلمة؟ التفسير ديال الحلمة وبالله تنجبدو الحلمة نجبدو الحلمة تكست فين هي الحلمة فين هي الحلمة شفت اختي لابسة الكحل وهزة في ايديها جوج ريوس ديال بنادم مشوطين، جوج ديال الروس راه باينين، هاد جوج الريوس هادو ديال البزناس والمحامي. واللول الكحل اللي لابسة اختو تيبان لي غير هذاك الجرح اللي مازال ما براش، حيت مازال واحد خينا كيدور اللي هو الطبيب نهار يلصقو في الشبكة ديك الساعة تلبس الابيض ما عاديش بقى لابس الكحل. والريوس مشوطين حيت مهدي كيبان ليه بلي دوك الناس حسابهم غادي يكون شبعان دخاخن، فعلى الايماج الاولى شبعانه كحوليه، وحنا حنا كاع كنعرفوا ديك الرمزيه ولا ديك الدلاله ديال لون الكحل، فعنده واحد الدلالات شي شويه خايبين. مهم تقدر تبان لك فيها حاجه اخرى.
كملوا الحلم، على عكس بزاف الناس اللي كيشوفوا حبابهم لابسين البيض وفي الجنه كيتنعموا. واب المهم هاد القضيه هادي ما يمكنش ما تكونش سمعتيها في شي بلاصه ولا عاودها لك شي حد، حيت ديما الناس فاش كتحلم بحبابها ضروري خصهم يكونوا لابسين البيض وهزين شي تصبيح فيه 7000 حبه ومطبوع عليهم شي دينار قد الخبز ديال الدار في الجبهه، واخا يكون هادشي هذا واخا يكون مكحل الضواصه في الدنيا. المهم ما عرفتش الدماغ د بنادم ما كيتقبلش ان الفاميلا تقدر تكون داخله الجهنم فديما كيشوفها مزيانه. ديجا واحد خينا سميتو جورج كارلين كان هضر على هاد القضيه في واحد السكتش ديالو، وبيان سور جبدها من لو كوتي زعما ديال الثقافه المسيحيه. نكملوا الحلمة. اختي هزة كل راس في ايد وكتبسم وقفة ما كتحركش. بغيت نمشي لعندها ولكن كنحس برجلي لاصقين في الارض ما قادرش نحركهم. هنا ليماج اللي كتبان بحال داك اللي كيصيد شي حوتة كبيرة ولا غابرة وكيتصور بها ضاحك. فهادشي اللي دايرة اختو، هي واقفة ما كتحركش وهو باغي يمشي عندها وما قادرش يتحرك. هنا كيبان لي كتمانيفيستا المعاناة، يمكن هي اللي كتخليك ما قادرش دير واحد الحاجة اللي انت نورمالمون كديرها بلا اصلا ما كتفكر فيها. حتى واحد ما كيبقى تيفكر لو نصبق لي من هاد الرجل اليسرى ولا هادي ولا هادي، كديرها وهكاك. ولكن هنا لامبليفيكاتور خدام كيزيد ينفخ لك في داكشي، كيرد لك الحوايج البساط صعاب. وحنا كاملين غنكونوا دزنا من هاد القضيه، حيتاش كتكون بعض المرات كتحلم كتبغي تجري وكتحس برجليك تقال، ولا كتبغي تضرب وكتحس بيديك تقال. المهم ما نعرف اللي ما وقعتش لي هاد القضيه، كنتمنى توقع لي باش يعرفك كيف دايره وصافي. كملوا الحلمه. شويه كيبان لي الوالد لابس جلابه مكتوب فيها كل يدخل سوق الكاف وجوج نجمات. جلابه هي واحد الحطه تراديسيونيل، ولكن داكشي اللي مكتوب فيها مودرن. اوكي وكيتضربها في التيشيرتات ولا شي لعيبه قبيات ولا شي حاجه بحال هكا. كتبان لي هاد القضيه هادي يمكن ليماج اللي كان هو داك مهدي كان كيشوف فيها باه. الوالد ديالو عاش في واحد ليبوك اللي مديكالي على الاغلبيه ديال الناس في الجيل ديالو. فباش تكون عايش في المغرب في هذاك الوقت شحال هادي وتكون كتسمع مثلا شي جروب بحال لينارد سكينرد اللي كان جبدو في واحد البارتيه في ليستوار، فراه غادي تكون من الناس المعدودين على رؤوس الاصابع صراحه. واحد الوقت اللي ما كان لا سبوتيفاي لا يوتيوب لا انترنت لا تاوزة، فهمتي؟ اما ديك كل يدخل سوق الكاف وجوج نجمات راه باينه، وغادي تكون من بين الحوايج اللي دوزهم ليه باه كافكار يسير بهم حياته. هادشي اللي كيبان لي في هاد القضيه هادي. كملوا الحلمة. طاطات دوز ايدو على راس اختي وجال عندي. قلت ليه با صحاب لي متفقين كنت هاد الوقت كاملو. قال لي فاش تبغي تقطع الشانطي قطعو من الباساج كيف البيتلز. الناس اللي ما كتعرفش البيتلز وواحد الجروب انجالز اقدام كانوا في الستينات كيلعبوا الباب روك، وعندهم واحد الالبوم في الكافر ديالو ديك التصويره ديالو ليماج اللي كتكون في الالبوم في دوك الاعضاء ديال الجروب قاطعين واحد الشانطي معروف في لندن وقاطعينه من الباساج بيتون. فالميتافور اللي خدم الوالد ديالو باش يزرع عليه هاد الميساج هذا كيبان لي انها كتعني باللي خصك دير داكشي بقواعده لا بغيتي تمشي فيه بعيد، ماشي تبدا غير كتخور وخلاص. فالميتافور بيان سور اللي استعملها هو باه كيعرف البيتلز واللي سمعها هو ولده وتا هو كيعرف البيتلز. ف
صعيب يفهمك شي واحد بشي ميتافور هو فاهمها وانت ما فاهمهاش، وانت اللي كتسمع في هذه الحالة. كملوا الحلمة. قلت ليه اين الشنطة كدوي عليه؟ بقى كيشوف فيا وين عتلي بايدو اليسر. تلفت نشوف شنو بغى يوريني، لقيت با الهيبي كيتمشى وجر الشحمة ديال ودني مع الارض. ربعة ديال الفيال كتسجد ليه على راسو مكانيش ديال الهنود بقوة ما ليماج اللي واخدها مهدي على داك با الهيبي كواحد خينا اللي برقاك زعما بروفيسيونيل. ففي هاد الحلمة هادي تمانيفيستات كودنين طوال مجبدين وهابطين تا الارض، هاديك الشحمة ديالهم كتجرجر مع الارض، والفيال اللي كيسجدوا ليه القاسم المشترك بيناتهم كيبان ليها الودنين. فبا الهيبي عنده شي ودنين واقيلا قود من الطباس اللي كيشدوا الهوت بيرد وداك الروينة، فهو كيشد الخبار مما فين ما كانت كيجبدها. فدوك الفيال عليها كيسجدوا ليه. وعلى راسهم غانيش، غانيش ولا غانيشا هو واحد الاله من الالهه الهندوسيين، عنده لو كور ديال بنادم واخا عنده ربعه ديال اليدين وعنده الراس ديال الفيل. ف غانيش زعما بفخامه قدره وشحامه ودنه حتى هو من الناس اللي سجدوا لبالي هيبي. فهادشي اللي كاين، هادشي اللي كيبان لي. نمشيو للحلمة عاود. غانيش ديال الهنود، درت لعند الوالد نسولو شنو هادشي، لقيتو كيحرك شفايفو وصوتو ما كان سمعوش، ما عرفتش واش ودني تسمكو ولا بروبليم تسانكرو ولا سرعة الصوت طاحو ليها الأسهم. هنا كيبان لي غير الموقف ديال باه من داكشي اللي دار مهدي ما فكرش فيه مزيان، حيت يقدر يكون باه ما راضيش على داكشي اللي كيدير. وفاش كطيح لي هاد القضية في دماغه كيزابيها من راسو، عرفتي ديك اللعبة فاش كطيح ليك شي فكرة وانت كتدفعها ما كتبغيش تفكر فيها ولا كتلاهي راسك بشي حاجة اخرى، كيبان لي انا هاد القضية كان كيديرها. فتقدر تكون طلعت في الحلم بهاد لافورم ديال ان باه كيدوي ولا كيحرك شفايفو بالهضرة مثلا بالكلام، ولكن خونا ما كيسمعوش. شدني الوالد من ايدي وداني معاه، دزنا من حدا اختي اللي دايره فحال شي ستاتو ما كتحركش. لا تخايلتي الكريستو دريو قابط راس في كل ايد غادي تكون قربتي ليماج. الكريستو دريو هو داك التمثال اللي كاين في ريو ديال المسيحيين، التمثال ديال المسيح وقف وحط ليديه ناشرهم بجوجهم. فهاد ليماج هادي عطاها غير باش يقرب اختو كيفاش واقفة. وصلني الوالد لواحد القبر محفور وخاوي ما مدفون فيه حد. هنا وليت قادر نسمع صوته. قال لي تكهنا. قلت ليه علاش ابا؟ قال لي انا باك غادي نبغي لك غير الخير، تكا وما تسولنيش علاش. تخشيت في القبر على جنبي اليمن، الوالد كيحتي على التراب بالبالة وكيلوح. تيقتي فيه كتر من تيقتي في دماغي اللي كيقول لي شنو كان دير هنا، راه خصني نجمع الوقفة قبل ما تزرب عليا الموت. ولكن ما قدرتش، بقيت كنعاني حتى بديت كنتخنق. ومع موتي في الحلم حليت عيني في الدنيا. هاد العيبة هادي كتبان لي غير دوك لي برينسيب اللي كان الوالد ديالو كيربيهم عليه، من بيناتهم انك ما تسمحش في حقك. انا هادي فهاد القضيه هادي كيبان لي ان مهدي كان واعي بها انها تقدر تخرج ليه على حياته، سواء تصيفطو للحبس سواء تقدر تكون سبب في الموت ديالو. فعليا طلعت في الحلم بديك الطريقه ديال ان باه منعسو في القبر وكيلوح عليه التراب. شي اللي بان لي في هاد الحلمة هادي صراحة.
هادشي اللي كاين، لا تنشوف شنو اسئله طط طط طط. فتيبان لي هادو هما الاسئله اللي طرحوا، غادي نجي الاسئله اللي طرحوا بزاف وما اللي تعاودوا بزاف باش نختم بهم. واش القصه واقعيه ولا لا؟ القصه ماشي حقيقيه وما عمرها وقعت، غير فيكسيون. السورس ولا الكتاب اللي جبت منه داكشي ما غادي تلقاوه في حتى بلاصه، حيت لي استوار انا اللي كاتبها، فعليها كنت كنتعطل باش ناخذ راحتي في الكتابه. اللي مازال عنده شي سؤال ما لقاش جوابه يخليه لي في الانستغرام، غادي تلقاوه في الديسكريبسيون لتحت. هذا ما كان اخوتي، ان شاء الله. يلا.